اولا ايش بدنا ناخذ اليوم؟ بدنا نكمل التطبيق بتاعنا، وقلنا بدنا نشوف كيف نبعت اوبجكت من الاكتيفيتي لاكتيفيتي اخرى، ونتلقى الاوبجكت من الاكتيفيتي الثانيه. خلاص، بس اول بدنا نعرف طرق اللانش مود بالنسبه للتشغيل التطبيق الاكتيفيتي. احنا شوفوا يا جماعة، في عنا اكتر من لانش مود في المانيفست هنا، شايفين؟ يعني انت هنا هاي الاكتيفيتي المين اكتيفيتي، هنا في شيء اسمه لانش مود، يعني انت بتيجي بالتاج تبعها بالمانيفست وبتكتب هنا لانش مود، هيها شايفينها لانش مود اجت على طول. تمام، في عنا اربع انواع لانش مود. في عنا اللي هو الستاندرد، هذا وكأنك ما حطيتش شيء، باي ديفولت هو بيكون ستاندرد. يعني الافتراضي اللانش مود الافتراضي تبع الاكتيفيتي بيكون ستاندرد. تمام؟ شو هو اللانش مود؟ يعني شو معنى اللانش مود؟ اللي هو طريقة الايش؟ طريقة تشغيل الاكتيفيتي. هناك ثلاث أربع طرق لتشغيل الاكتيفيتي، إما إنه ستاندرد اللي كان موجود بالأول، إنه لما أنت تشغل الاكتيفيتي بياخذ انستنس منها. في كل الحالات كل ما تشغلها بياخذ ايش؟ بياخذ نيو انستنس منها زي ما شفنا. في نوع ثاني بيقول لك اللي هو سنجل توب. سنجل توب يعني في التاسك الوحده. سنجل توب يعني هو لما بيشغل الاكتيفيتيز بحطهم في ستاك، بحطهم في ستاك، والستاك هذا هو عباره عن كونتينر. طريقه الحذف فيه انه دائما بيحذف من وين؟ من عند التوب، من عند التوب اوف ستاك، من بدايه الستاك، من فوق الستاك. اخر عنصر بيدخلوه اللي هو لاست ان فيرست اوت، يعني اخر شيء اخر شيء بدخل في الستاك هو اللي بيتم حذفه. تمام، هذا يعني انتم بجزء بالداتا ستراكشر اخذتوا شو يعني الستاك. فالستاك هو عباره عن ليست، يعني زيه زي الليست، هو الري يعني تقريبا. لكن عمليه الحذف والاضافه بتتم وين؟ في التوب، في البداية الستاك. ليش؟ عشان انه اخر مرة تم الاضافة هو اللي بنحذف. ماشي، هذا الستاك. فتمام، فلما نقول سنجل توب، لما انت تشغل اكتيفيتي، خلينا بس نشرحهم على السريع، يعني هو البينت، نشرحهم على البينت، وانتو ركزوا معايا شوية على اساس تفهموا الموضوع. لو انا كان عندي الطريقة الوضع اللي هيك، يعني هذا هو الستاك، وعادة هم بكون محذوف من فوق، يعني هيك بكون مربع. يعني لما برسموا الستاك برسموه زي كونتينر، كونتينر مفتوح من فوق. تمام، فلو احنا جبنا الخط هيك، هذا بس نكبر شوية الخط. لو انا كان عندي مثلا اكتيفيتي اسمها ايه، هيا اكتيفيتي ايه، هاي انا شغلت الاكتيفيتي A. من الاكتيفيتي A رحت انا مثلا شغلت الاكتيفيتي B، وانا ما كنتش عامل شيء، يعني كانت ستاندرد، فحيشغل B عادي، فيش مشكله. لو انا من B رحت شغلت B تاني مره ثانيه، وكانت ال B برضه ستاندرد ما تغيرتش، ايش حيصير؟ ايش يا محمود حيصير؟ جاوب. يعني انا كنت في الاكتيفيتي B واللانش مود تبع البي ستاندرد عادي، ما غيرناش فيه شيء، ايش حيصير؟ حيفتح بشكل طبيعي ستاندرد، لانه حيفتح الاكتيفيتي تلقائي. يعني ايش المقصود فيه؟ يعني حيفتح، انا من بي وشغلت الاكتيفيتي بي، يعني انا موجود، حيضلوا فيها. قصدك في الـ 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 في ايش حيصير في الانتنت لما تضغط عليها، لما انت معلفها في الجوده. مركز معايا عشان افهم السؤال. هلا انا موجود في الاكتيفيتي بي، انا موجود في الاكتيفيتي بي، ومن الاكتيفيتي بي ضغطت زر بشغل الاكتيفيتي بي برضه مره ثانيه، ايش حيصير؟ يعني هو حيضل في بي ولا حياخذ انستنس ثاني منها؟ حيضل في بي. لا، اذا انت حطيت في الـ في الـ في المين اكتيفيتي في بي، حيضل في بي بس حياخذ انستنس ثاني منها، يعني مش حيكون. ما هو انت ايش معرف في ال انا قلت لك ستاندرد، انا قلت لك ما عملتش شيء، يعني على الوضع حينشئ انستنس جديده.
هو انت هاي قلنا رسالة للنظام، النظام هو اللي بيشغل، النظام هو اللي بيشغل. ايش النظام حيشغل؟ حيعمل انستانس من مين؟ من بي. الانتنت هذه في كل الحالات، كل مره انت بتبعت انتنت عشان تشغل اكتيفيتي، تمام؟ بس هل النظام لما بيجي بيطلع على المانيفست، هل اللانش مود تبع هاي الاكتيفيتي ايش هو؟ اذا كانه مش معمول شيء يعني ستاندرد، معناته انه ايش؟ حياخذ انستانس ثانيه من الاكتيفيتي بي ويشغلها، ماشي؟ لو انت رحت باك حيرجع حيلغي هذه، حيعمل ديستروي لهي ويرجع لمين؟ لهي. مظبوط ولا لا؟ هذا بالستاندرد العادي. طيب هلا لو انا عملت سنجل توب، يعني لو انا غيرت المانيفست وقلت له لانش مود هنا سنجل توب، تمام، قلت له سنجل توب. ايش يعني سنجل توب؟ هاي اللانش مود تبع المين اكتيفيتي، طبعا انا بحكي عن المين اكتيفيتي، كلهم غيرتهم مثلا، اللي انت بتغيرها هي اللي بتكون شغاله كده، تمام؟ يعني انت لو مثلا قلت له هيك وهاي، وهي ثلاثة هيك، هلا صاروا كلهم سنجل توب. نفترض انه الوضع كده، ماشي؟ رحت انت شغلت بي، كنت بشغل ايه عادي ما فيش مشكلة، وبعدين بشغلت بي، تمام، بعدين رحت انت شغلت كمان بي، في الحالة هذه مش هيعمل اكتيفيتي تانية، هيضله في بي، لانه بي ايش قلنا؟ سنجل توب، يعني فيش تكرار. سنجل توب يعني على التوب تبع الستاك ممنوع انه اخذ انستانس تاني من الموجوده. سنجل توب، واحد في المقدمه، هاي معنى سنجل توب، واحد في المقدمه، واحد من الاكتيفيتي. يعني لو انا رحت شغلت ايه حيشغل ايه عادي، لانه مين اللي في المقدمه؟ بي مش ايه. الحين لو انا رحت كمان شغلت ايه مره ثانيه، مش حيرضى يشغل ايه ثاني، حيضل وين؟ حيضل موجود في الاكتيفيتي نفسها ايه. فهمتوا كيف؟ اذا كانت ايه في التوب، هي معناها سنجل توب، سنجل توب، اللي في التوب ممنوع يكررها. مفهومه؟ ميك سنس يعني؟ هذا الكلام واضح يا شباب؟ تمام يا دكتور، يعطيك العافيه. ماشي؟ يعني لو انا كنت في الاكتيفيتي نفسها واللانش مود تبعها كان سنجل توب وشغلتها، بتضلك فيها، بكررهاش، خلاص؟ هذا بنحكي عن اللانش مود اللي اسمه سنجل توب. لكن هذا ما بحل لي المشكله اللي انا طرحتها المره الماضيه، اللي انا قلت لك لو انا عملت تطبيق من هذا الشكل، وكان في عندي اربع ازرار، لو كان انا في عندي اربع ازرار بهذا الشكل، وكل زر بشغل اكتيفيتي، يعني مثلا هذا الزر بشغل اكتيفيتي A، وهذا الزر بشغل اكتيفيتي B، وهذا بشغل C، وهذا بشغل دي، تمام؟ لما انا اخذ ايه اضلني موجود في ايه نفسه. لو اخذت بي حيروح ايش يشغل لي وين؟ يروح يشغل لي بي. ايوه مثلا شغل لي هذه اسمها بي، تمام. لو انا شغلت مثلا لو انا شغلت من البي، لو انا شغلت الايه يروح ايش يسوي؟ يرجع على وين؟ يرجع على ايه هذه، يرجع على ايه هذه، ما ياخذش انستانس ثانيه من ايه، يعني ما يعملش كوبي من هاي ويجيب لي اياها، لا بدي ارجع على ايه ثانيه، يعني في كل الحال. طب لو اخذت بي يرجع، بدي يرجع لي على هذه، تمام، بدي يرجع لي على هذه، شغل هذه، تمام. يعني طبعا هو لما يرجع على ايه حيعمل بوب لهذه، حيلغيها، حيشغل بي من اول جديد. يعني انا بدي بس اكتيفيتي واحده في التطبيق تكون شغاله. جيت ماي بوينت؟ واضح يا شباب؟ هذه ما مش اللي هي السنجل توب. السنجل توب بتحل لك مشكله واحده، انه لو انت كنت في ايه وشغلت ايه حيضله موجود فيها، ماشي؟ ماشي يا شباب؟
تمام 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 يا تمام تمام الآن أنا بدي أصل لهاي، بروح بغير المانيفست لسنجل تاسك. لو خليتهم كلهم سنجل تاسك في الحالة هذه أنا خلصت. في الحالة هذه أنا خلصت الموضوع، يعني أنا هنا إيش اللي هذا الإيرور؟ تمام، يعني أنا هيني خليتهم هنا كلهم سنجل تاسك. هلا هنا بنشوف كيف بيت صارت العملية، بس أنا بدي أوريك إياها، بدي أشرح لك إياها بالأول. هنا طلع بالسنجل تاسك، لو خليتهم كلهم سنجل تاسك، لو أنا شغلت من بي، ومن بي رحت شغلت ايه، ايش حيسوي؟ حيعمل حيروح يعمل مثلا، ومن بي نقول شغلنا كمان سي. وين اللي بكتب هون؟ تمام، وهون مثلا بدي امحي هاي. ورحت انا شغلت سي، فراح يشغل لي سي، ما فيش مشكله. تمام، حيشغل سي. طيب بعدين هم كلهم كانوا سنجل تاسك، ورحت انا كمان شغلت بعديها ايه، ايش حيسوي؟ حيروح يعمل بوب يا شباب، هيعمل بوب من الستاك، يعني يحذف هذه ويحذف هذه ويرجع لوين؟ ويرجع لايه. طيب لو من ايه رحت شغلت ايه، شغلت مره ثانيه بي، حيشغل بي عادي، فيش مشكله. طب بعدين رحت شغلت سي، تمام فيش مشكلة. طيب لو رحت شغلت كمان مرة بي بعدها، ايش حيصير يا محمود؟ لو هيعمل بي انا شغلت بي، ايش حيصير؟ هيرجع للبي، وانا هيعمل بعمل سنجل تاسك، هيحذف اخر واحدة السي ويدخل على البي اللي ويرجع بعدها للبي، بس هيعمل بوب للسي ويرجع لمين؟ يرجع للبي. ممتاز، هذه هي اللي هي السنجل تاسك، وهي بتحل المشكلة اللي انا قلت عليها، وهي بتحل المشكلة اللي أنا قلت عليها، وهي بدنا نجربها مع بعض. هلا أنا شغلت بالطريقة سنجل تاسك، هلا أنا رحت على المين أكتيفيتي، ضله موجود فيها، لاحظ ما تغيرت شيء التكست. رحت على الأكتيفيتي 2، هلا راح على الأكتيفيتي 2، من الأكتيفيتي 2 رجع ضغطت على المين أكتيفيتي، حيرجعني على المين أكتيفيتي اللي أنا كنت فيها، ما خدش انستانس ثانية. مظبوط؟ يعني مثلا حط ثلاثة، هاي ثلاثة عشان تتأكد، وروح على الأكتيفيتي 2، هاي رحت على 2، اضغط على مين اكتيفيتي، شايف رجعني على الثلاثة ثلاثة ثلاثة، صح ولا لا؟ لو انا لو اخذ منها ثاني مش حيبين الثلاثات هدول، صح ولا مش صح؟ فاهمينها؟ صحيح، لانه مش ماخذ، مش ماخذ وجهه جديد، نيو انستانس منها، مش ماخذ نيو انستانس منها. لو ضغطت على اكتيفيتي ثلاثة حيديني على ثلاثة، مين اكتيفيتي حيرجعني وين؟ على المين اكتيفيتي مرة ثانية. بس مش معمول الزر اللي بيرجع من العلمين اكتيفيتي، جافا في ثلاثة مش معمول، مش معمول. تمام، اكتيفيتي 2 هيرجع على الاكتيفيتي 2 نفسها، دير بالك، مش هيرجع على الاكتيفيتي 2 نفسها. خلاص فهمتوها كيف؟ هاي معناتها اللي هو ايش، سنجل تاسك. وين احنا شغلنا هنا؟ هاي معناتها سنجل تاسك، فهمتوا ايش اللي دير بالكم؟ هذه ضروريه، واللي ما فهمها اللي هو اللانش مود تبع الاكتيفيتي بضله التطبيق تبعه عايم على بعضه، مش لازم انت تكون فهمت هذا الموضوع، دير بالك، والا اللانش مود باي ديفولت بيكون ستاندرد. اذا انت بدك اياه ستاندرد خليه ستاندرد، اذا بيمشي معك انه انت تعمل كل مره نيو انستنس. إذا ما بدك يعمل نيو انستانس فبدك تروح تظبط في المانيفست اللي هو تسميها تخليها سنجل تاسك. تمام؟ طب ضلت الأخيرة اللي هي سنجل انستانس، مين بتوقع شو هي؟ هاي بنستخدمها في حالات، أيوه تفضل، عيد السؤال، أنت سأل سؤال؟ إحنا قلنا اللانش مود أربع أنواع، الستاندرد وسنجل توب وسنجل تاسك، وفي شيء اسمه سنجل انستانس. هيا سنجل انستانس، شو السنجل انستانس؟ دير بالك، هي بدها العداد 10 مينتس، وبعدين بناخذ سيشن ثاني.
طيب ماشي، ما لساته ما اخذتهم عادي، ما فيش مشكله. السنجل انستنس يا شباب انه بياخذ انستنس ثاني، لاحظ عشان تفهمها، بس لازم نشغلها عشان تعرفها. بتتذكر انت لما بتيجي في الويب بتعمل نيو ويندو، تطبيقات الويب بتعمل نيو ويندو، هذا بيعمل نيو ستاك. نيو ستاك يعني وكأنه ايش؟ وكأنه الستاك جديد. فهذا سنجل انستانس، انه كل مره بشغل الاكتيفيتي مش مع مع جماعتها. لما ترجع لما تسكرها بترجع لمين؟ للجماعه اللي مع بعض. خلاص؟ يعني هذه بدي يشغلها دائما وابدا، المين اكتيفيتي حيشغلها ايش؟ في ويندو لحالها، في اطار لحالها، وكأنه تطبيق لحالها. انتبه شويه. يعني قليل استخدامها، لكن برضه بدنا نفهمها. مش عارف، اظن التطبيق طفى ولا ليش ما اشتغلش. لاحظ، اطلع كيف بده يصير في التطبيق لما انا اشغل اعمل مين اكتيفيتي. ما صارش شيء، يعني وكانه ما تعدلش المود. مين اكتيفيتي سنجل انستنس. طيب هذه خليها سنجل انستنس. ماشي، لانش مود، لانه الثانيه سنجل انستنس لانش مود اكتيفيتي 2. اوكي، خليكم معي يا شباب. تمام، بس بدنا نشوف بس انا ايش كاتب في الكود. تاكد اكتيفيتي مين اكتيفيتي. اوكي، بشغل اكتيفيتي بعدين شغل اكتيفيتي 2 3. اوكي ماشي تمام، شغل. اللي يشتغل من تاني، بس مش هذا التطبيق اللي يشتغل. يعني هذه الطريقة سنجل انستانس مش دائما تلزمنا، لكن بدنا نعرفها. لو انا شغلت اكتيفيتي 2، لاحظ ايش صار. يعني وكأنه تطبيق تاني، لو انت عملت هيك هتلاقي صار في تو ويندو من التطبيق، نافذتين من التطبيق. سكر هذا. طيب باك طلع صح ولا لا؟ لانه هذاك نافذه ثاني، يعني اللي انا كنت شغلت منه وكان نافذه مره ثانيه بشغلها. انه غلطت انا في هذه. انا اخذت اكتيفيتي الثاني، لاحظ ايش سوى. شفتوا ايش صار شباب؟ يا دكتور شفنا اخذ تطبيق وكانه نافذه جديده، يعني باك برجعش لهدولاك. رجع لهدول. طيب ليش كده اول ما رجع؟ طيب ماشي، بس هو هاي في نافذه ثانيه. يعني خلينا هاي مثلا اكتيفيتي، طلع كيف. طب لو هذه رجع للنافذه هذيك اللي فيها المين. تمام، مين اكتيفيتي 2 بينت انه هذه انستانس ثانيه. لما انا بدخل اكتيفيتي 3 تطبيق ثاني برجع على هناك، على هذه برجع على هنا. يعني هذه الاكتيفيتي 2 بتشتغل في انستانس ثاني منفصل. مش عارف انا كيف بدي ابينها. المفروض انه لما اعمل هيك تبين انه هدول، بينت انه بقلب بين تطبيقات. بقلب، يعني المفروض انه هذه تبين انه في 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 ويندو، في اطار ثاني، اطار ثاني غير الاطار الثالث. هذا لما يرجع بقلب صح. هي اكتيفيتي 2، احنا في 2. 3 رجع على هذاك الاطار. اكتيفيتي 2 بقلب صح ولا لا؟ هذا هو، هي معناتها نيو انستنس. طبعا هي بده يكون انستنس لحالها، ما حدش معاها في الاطار.
يعني ما حدش معاها في الستاك، ما حدش معاها في الستاك. يعني كل مره لو انت شغلتها هنا هيك هي اي بي سي، ورحت شغلت مثلا دي وكانت دي سنجل انستانس، هيروح يعمل ستاك ويحط فيه ايش؟ يحط فيه دي لحاله دي. لو شغلت ايه تمام، هيرجع على الستاك هذا وشغل ايه تمام، هيشغل ايه حسب طبعا طبيعتها. اذا كانت نيو انستانس هيعملها ستاك لحالها برضو ايه وشغلها تمام. لو رحت على بي هيرجع للانستانس تبعتها اللي في الستاك لحالها دي. يعني كل واحدة اطار لحالها، وكأنه فهمتوها كيف؟ تمام تمام. مش عارف اذا يعني ممكن تحتاجوها في التطبيق ولا لا، يعني انا ما استخدمت الأمانة. ممكن لكن هذا هي معناتها، هي معنات سنجل انستانس. سنجل انستانس من الاكتيفيتي انستانس واحده لحالها. الفرق بينها وبين السنجل توب، بين السنجل تاسك، انه السنجل تاسك في نفس الستاك، في نفس الستاك بتكون وحيده. يعني في منها بس اللي هو ايش انستانس واحده في الستاك، بس هذه انستانس واحده في التطبيق كله. تمام، تفضل يا مين بيسال. تمام، بقول ممكن نستخدمها احنا في تطبيقات الاستنساخ، يعني نستنسخ بدل ما نقعد نعمل تطبيقات تانية، نستنسخ من الواجهات الموجوده في نفس التطبيق. ممكن يعني لما انت قصدك يعني المحاضره الجايه لما ناخذ نشغل تطبيقات اخرى. تمام، هذه التطبيقات اخرى اشغلها نيو انستنس، ما بشغلهاش اللي هي سنجل تاسك. يعني مثلا لو انا بدي اشتغل بدي اشغل اللي هو بدي اشغل البراوزر، البراوزر بدي اياه في نيو انستنس، ما يشتغلش معاهم في نفس الشاشه تبع التطبيق. فهمت كيف؟ يعني اساسا يكون التطبيقين شغالين كل واحد منفصل لحاله. يعني هلا المحاضره الجايه حناخذ هذا الكلام. فانت ممكن تشغل هاي الاكتيفيتي، تشغلها ايه اللي هو ايش سنجل انستنس. تمام 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 تمام. الان احنا موضوع تاني. المحمود حكى، بتذكر انا في اول محاضره لما بدينا في موضوع اللي هو الانتنت، قال لي يا دكتور انا يعني بديش ابعث داتا واحده، يعني بدي ابعت اكثر من إشي مره واحده على الاكتيفيتي الثانيه. وهذا اللي بصير اصلا منطقيا. يعني احنا خلينا نرجع الشغل الوضع اللي كان عليه، يعني خليهم كلهم سنجل تاسك. تمام، هذا شغل واي سنجل تاسك. يعني انا بشوف انه سنجل تاسك حتى اخف للميموري، حفاظ على الميموري تبع الديفايس. يعني سنجل تاسك انت بتحافظ على الميموري، لانه كل مره بتشغل انستنس ثاني من الاكتيفيتي، انستنس ثاني من الاكتيفيتي، حتلاقي انه في بعد شويه الميموري خلصت تبعت الديفايس، وانه الكمبيوتر الموبايل سكر التطبيق تبعك بدون ما يرجع لك. تمام، يعني هذا الكلام هذا بيصير في التطبيقات الشباب. يعني بتلاقي احيانا وانت شغال الاندرويد سكر لك التطبيق، هو بده ياخذ اذن منك لما يسكر لك التطبيق، بياخذش اذن منك لما يسكر لك التطبيق. شوفوا اذا التطبيق حاول ياخذ الميموري تبع الديفايس، الأولوية للأندرويد. يعني هذا نظام التشغيل أندرويد متطور أكثر من الويندوز، بعلقش يعني الميموري لما في الويندوز لما الميموري تضعف ممكن يعلق الديفايس، صح ولا لا؟ يعلق ويخلي التطبيق يستنى، بيقول لك انه بتلاقي في ايش صار في حالة ويت، صح ولا لا؟ وانه بحاول انه الويندوز يلم حاله، وبتلاقيه يعني صار معلق لفتره قبل ما يرتب الامور، مش كده ولا لا؟ في الاندرويد هذا الكلام بيصيرش، في الاندرويد بيصيرش الكلام هذا.